أنا مش عارف أكتب أي حاجة يا أمي، موضوع صعب قوي. عارف يا بكار، لو قدرت تقابل سياح وتسألهم عن الحاجات اللي بيحبوها في مصر هتلاقي كلام كتير تكتبه. ما هو ما فيش سياح، عشان كده الأستاذ عايزنا نكتب الموضوع ده. أهلا بيكم في بلدي. معلش طبعا هي بسيطة وإحنا على قد حالنا، بس فانتاستيك. Can we take a tour here؟ طب استنى ثانية واحدة أشوف لك حد بيتكلم أجنبي. سيدون، يا سيدون. يا أم شلالي، فينك يا راجل؟ أخبارك كيف الحالة النايم دي؟ أنا معايا سياح. مين؟ بتقول إيه؟ أوبا، ومش عارف أتكلم معاهم ومعهمش حد بيتكلم عربي. يا سلام عليك يا شلالي، جيت في جمل. أنا سيد من يتكلم عربي لبلب. إيه؟ وأنا كمان. جرالك إيه يا سيدون؟ قصدي يعني أنا بعرف أتكلم شوية إنجليزي من أيام ما اشتغلت في المونتاج، وكنا هنروح في دهية أنا وبكار. هما فين؟ هما فين؟ أنا نقول يس ونو على كيفك. Welcome to Egypt. Hi, we would like to take a tour in your beautiful village. Welcome to Egypt. إيه، انت مش حافظ غيرها ولا ايه؟ لا 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 طبعا، بس هو باين عليه ضعيف في الانجليزي شوية. شوف انا هنديله واحدة كمان. I am 12 years old. يا ابراهيم بسرعة شوية، ده احنا رايحين ننقذ السياحة. ها؟ ايه ده؟ معلش يا فندم، معلش، محدش عنده علم اننا هنعدي من هنا. حالا هتصرف حالا. يا بكار. أيوه يا خالي. أنا عندي ليك مفاجأة. تمام. إيه؟ سواه يا بكار، وجايين يزوروا بلدنا. واو. فارم عليك يا أم بكار، عجبهم الشغل بتاعك خالص. خلاص، يبقى كل واحد ياخد واحدة هدية. شوفي بقى يا ستي، أصل المركب اللي كانوا راكبينه عطلت بيهم وبيريحوا هنا شوية، يعني عاملين بريك. ده تلاقيهم مكلوش، يبقى لازم يتغدوا معانا. خلاص أنا ضعت. تفتكر حينقولوني حي إيه أبعد من كده يا إبراهيم؟ ده أنا من بحري، من بحري يا إبراهيم. زمان الناس بتوع البلد اللي هم نازلين فيها عمالين يضايقوهم. شعب غريب. It is very delicious. Very delicious. Very delicious. Thank you. Welcome to Egypt. سلام عليكم. أنا إن شاء الله بعد الأكل كده ويرتاحوا شويتين نبقى ناخدهم كده جولة سياحية يشوفوا فيها بيوت ناس البلد والمعبد القديم وفرجوا ملابيت كمان. ترجم يا إبراهيم. أنا عايز أعتذر لكم عن المشكلة اللي حصلت وخلتكم تيجوا المكان ده. Welcome to Egypt. Very good. Egypt very very good. أيوة بالضبط. وعايز أقول لكم إنكم جميعا معزومين علشان تقضوا بقية الزيارة في أحسن فندق في البلد. معلش طبعا، يعني المكان هنا أكيد ما عجبكوش والناس ممكن تكون ضايقتكم شوية. ده مش حقيقي. ايه ده يا فندم؟ معلش، ما ايه حضرتك بتتكلم عربي؟ قصدي يعني بتتكلم عربي؟ ايوه شويه. احنا مبسوطين كتير اننا جينا مكان ده ومش عايزين نروح اي حته تاني. احسن حاجه هنا الناس الطيبين دول اللي استقبلونا بكل حب. طبعا انا دايما كمسؤول بقول ان البشر هم اهم ثروه البلد دي بتمتلكها. اثر ايه وبتاع ايه
إحنا عايزين نشكرهم على كرم ضيافة. وأنا من مكاني هذا أعلن أن هذه القرية هتتحط على خريطة السياحة الدولية، وهبلغ المحافظ والمسؤولين بأهمية إنشاء مطار دولي هنا. يريد بس الأول تحلوا مشكلة المية والصرف والطرق. ها؟ بعد المطار إن شاء الله، إن شاء الله. طب يلا صورة جماعية بقى، ها؟ على الفيسبوك عدل.